يلا نحن من أهل بابا عمر ساكنين كنا قاعدين بأمان 4-5 عيال في بيناتنا رجل كبير عمره 90 سنة ما شفنا إلا دقت الأبواب وصارت تخبط علينا وفتحت الأبواب ودخلوا علينا وصار على كل درجة عسكري ما شفنا غير القذائف تجينا ما بنعرف من أنه جنب شيء من فوق شيء من الجنوب فتحت الحيطان من حيط لحيط لحيط على 3 حيطان فتحت القذيفة احترقت الأساس البيت كله وعليه نار ما عدنا نعرف وين بدنا نروح ودخلت العسكر علينا وحبستنا إن إحنا ورجالنا بغرفة بعدين طلعوا العسكر وصار إنا عدة أغراض من البيت حتى ماكينات الحلاق أخذوها حتى اللوات الله يعزكم أخذوها حتى الثياب الرجالية كلها طالع جيها بلا برا هيك وشافوا شو فيها وأخذوها ما خلوا كنا أنين يعني قد ما عقلوا قليل أنين العطر فاضي أخذوها شو بدك أكتر من هيك إسا دقوا بواحد من الشباب من أخواتي دقوا بواحد من الشباب ورموه بالأرض بالشارع وصار يدوسوا على راسه لحتى طلع الدم من أدناي بعد ما طلع الدم من أدناي دشروا وقالوا لا يكون ما شوفنا إياه واحد منهم لبعضهم لك شوفوا شوفوا لا يكون مات إذا في روح قوسوا خلصنا من ربه وزدته بالخرابي عندي ولد عمره 8 سنين طلع من الدار رفع إيدي أنا سلمت نفسي سلمت نفسي ولد صغير عمره 8 سنين شو بده يكون قالوا تعال هون تعال هون قال القائد تبعهم سيدي سيدي لقينا ولد كم شفت كفوا طرقوا إجا الولد قاعد فوق راس أبوه شو بدك أكتر من هيك شو هلأ قال أمان 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 الشيخ حضرته رفيق اللطفي قاعد مع المذيع اللي اسمه أسامة ما بعرف أسامة إيش قال صار أمان ودخلت الأمان على بابا عمر إنه أمان أقل الدنيا إيه على إنه أمان إنه أمان بعد ما قال بأربعة أيام راحوا على بابا عمر بدهم يفوتوا ما حس فاتوا ما رجعوا ما رجعوا ما حد بيعرف وينهم ولليوم راح يوم واثنين وثلاثة وما بنعرف وين الله يجملها بالستر الله يجملها بالستر الله يجملها بالستر جاء الحبيب محمد البيوت جوا المنازل شو صاير شو المنازل ما في الخزانة راح الشقفتين التخت صار بالنص الصحن هيك صغير ما في لبس ما في يعني البيوت تهدمت ما في تهدمت كلها فوق بعضها من عدل السرقة اللي اخذوها وسرقوها شو بدك تحكي لتحكي دمار 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 بشكل ما تتصور شو طلعت من بابا عمر طلعنا بكير والله الساعة 5 بهالبرد وبحتى جس طلعنا هدول الاطفال هدول كانوا من الجيران والله لميناهم طلعنا فيهم كمان ما بنعرف منين وكنا مندور على اهاليهم الله يعيننا ويعينهم طلعتي بالليل طلعنا بكير بالليل اي والله الساعة 5 بكير قبل المداهمة ولا بعد المداهمات بس بالسرعة طلعت بالليل؟ ايه بد مداهمة طلعنا بالسرعة يعني بالسرعة عدم بدون ما يشوفكم الجيش طلعت بالسرعة طلعنا زحفة على كابي كنا قدينا ومعنا الزلمة الكبير اللي عمره 90 سنة انت شفت شي جثث مقتولة بسبب الصواريخ شفنا اثنين من بعيد بس ما نعرف يعني في عالم من قتل بالبيتا الدنيا عتمي ما تصينا حملنا حالنا وطلعنا يعني ما حد يسترجع يتطلع وراه واللي بيصوب ما حد يسترجع يطلع لا الصواب اسحبه او جيبه انت شوف يعني في عيال انقصف قلب بيوتها في كتير عيال ضلت تحت الانقاض ابي زلمة كبير عمره 90 سنة وين صارت اراضي ما بعرف طيب ميت تحت الانقاض ما بنعرف الله يعلم وين صار انا ما بعرف وينه ولا هني بيعرفوا ويني الله يعلم شو صار فين ولا شو صاير يعني هلا اهلك بابا عمر اهل بابا عمر بابا عمر بس ما بتعرف وينه لا ما بعرف وينه يعني ما بتعرف ان قتلوا لا 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 ما بعرف عنه شيء بنوب بنوب انا هلا ما بعرف اهلي وينه ما بعرف اهلي بنوب يبرم عليهم 10 ايام ما بلاقيهم احنا بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر عليك يا بشار الاهالي نزحت كلها من بابا عمر لسه في عالم الساعة تحت الانقاض بعد حد يسترجع يروح بابا عمر قد ما يقولوا امان 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 9/12/12